يا أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. ملفنا الأخير وقضيتنا الأخيرة، إحنا بنتابع قضية المبتعث السعودي المفقود في استراليا مشعل السحيمي. يوم أمس طرحنا موضوعه وكان معنا في اتصال هاتفي والدته، وناشدت مشعل بأن يجيب عليها، وكل من يمكن أن يوصلها بمشعل أن يوصلها بمشعل، وكل ما ذكرت أريد ابني أن يعود إلي. أكثر من 20 يوم، والابن من يوم العيد الوطني كان له اتصال مع أهله، ثم انقطع الاتصال كليا ما بينه وبين أهله. الجديد في الموضوع أنه اليوم كان في صحيفة الرياض، الصحفي نايف الحمدي يعطيه العافية، كان في خبر عن شقيق المشعل، وكان العنوان الرئيسي يقول أخشى أن يكون شقيقي قد غرر به وسافر لمناطق الصراعات. وذكر طبعا عدة أمور في هذا، يعني في تصريحه أنه في الآونة الأخيرة بدأت تراود أخوه مشعل فكرة الذهاب للجهاد، وعرض هذا الموضوع على أمه، وأنه كان في زيارة لهم في رمضان، ويعني وكان واضح عليه علامات التدين والتغير في مشعل. وذكر أنه كان يتردد على 2 من زملائه وأخوه، وأن الشكوك تحول حول إقناع أخيه مشعل بالذهاب للجهاد في مواطن الفتن من خلال هؤلاء الاثنين. هذه تبقى عموما يعني استنباط تكهن أيا يكن، لكن ما لم يعلن الموضوع رسميا أو يعني يعرف أين الجهة وأين وجد. الهدف الأساسي أن يعود مشعل لوالديه وأن يعود لوالدته، اللي أمس الحقيقة أثرت فينا بشكل كبير، وإحنا بعد شوي بنعرض لكم مقاطع من اتصال والدته وكلمات والدته. للتعليق حول هذا الموضوع معنا الأستاذ عقل الباهلي الكاتب الصحفي، للتعليق حول هذه المستجدات في موضوع مشعل. حياك الله. أهلا وسهلا، كل سنة وأنت بخير، والمشاهدين الكرام وجميع سكان المملكة العربية السعودية من العائدين والعالم الإسلامي والعربي أيضا وكل الإنسانية الحقيقة. جميل، خلينا نتكلم عن هالنقطة. إحنا أمس طرحنا قضية مشعل، واليوم طلعنا بمستجدات من خلال هذا الخبر، يمكن اللي ذكرنا أهم النقاط اللي ذكرت فيه. هل ترى أن احتمالية واردة أن يتأثر شاب مبتعث ببعض الأفكار وتغير مساره؟ يعني هذا طبيعي الحقيقة، لكن أنا في يعني من خلال المشهد أعتقد إنه الضخ الإعلامي في الداخل حول يعني الانتقال إلى مناطق الصراع، وخاصة أنه بدأ بث بعض المقابلات مع ناس عادوا من مناطق الصراع، يبدو أن القوى المتطرفة خارج المملكة وحتى يعني في المملكة شعرت بأنه يعني إمكانية التجنيد ربما أصبحت أكثر صعوبة. هي موجودة مع الأسف، موجودة، لكن حينما يختارون مناطق بعيدة عن المملكة مثل استراليا أو أمريكا أو أي منطقة بعيدة، تعرف الطالب لما يكون في هذه المناطق لا يكون على احتكاك يومي مع ما يحدث في السعودية من مخاطر، كيف يروى الحديث عن، يعني حتى لو تسألهم الآن المبتعثين عن كثير من اللي أصبحت مسلمات عند الناس، أنه مثلا قضية نقل الشباب السعودي إلى أداة تفجير، أنه يعني يتمكنون فقط، هم يبحثون عن شغلتين في الشباب السعودي وغير السعودي مع الأسف، لكنهم يبحثون عن شغلتين مهمات: التمويل قدر الإمكان، وأيضا قلة المعرفة السياسية والأفق البعيد لمسألة الجهاد. حتى هم يذهبون لأنه يقتنعون، يضخون فيهم عداء للكفار والمرتدين، وأنه الحسم سيكون في مناطق الصراع هذه مع الظلم والعدوان. وبالتالي أعتقد أنه ربما، وأنا ألاحظ في الفترة الأخيرة أنه فيه يعني حتى في التوانسة في المغاربة فيه جهد يبذل خارج مناطق الصراع والقرب، يعني زي الأردن زي السعودية، يعني أصبحت الآن على تماس مع ما يحدث، ويشوفون مثلا الناس اللي راحوا وقتلوا وتركوا في مناطق الصراع، اللي مثلا جرح وتركوه، يعني هناك أشياء تجعل المناطق القريبة من الصراع على علم بما يحدث، المناطق البعيدة عن الصراع ما تعرف، يعني تعرف تضخ لها معلومات. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن مستهدفين سواء السعوديين أو غير السعوديين، لكن كل ما كان التجيش
في المناطق البعيدة عن مناطق الصراع كل ما كان الإمكانية أفضل إلى أنك تغرر فيه أو على الأقل تجيشه لمشاعر دينية، لكنها في نظر يعني العقلانية والدين أنه هذا منطقة صراع وأنك أنت جزء من محرقة يراد بنادق تؤجر بنادق يعني. طيب خليني أتكلم عنه إنه يعني في هناك من يقول إن السعوديين سهل تجنيدهم وخاصة بالجانب لما تستعطفهم بالجانب العاطفي، وما راح أقول مثل ما قال أحدهم يعني بالإمكان إنك يستحمرون السعوديين ببساطة إنهم يتأثرون ببعض الأفكار. أنا أتكلم عن مبتعثين، إحنا طبعا ما نبي بعد بكرة يجينا واحد يقول هذا من نتائج الابتعاث ويبدأ يتكلم بهالموضوع، يعني على رسلكم هدوا الأمور. بس خلينا أقول إنه كيف يمكن نحصن شبابنا إنه يتأثر بأفكار قد تغير مساره كليا؟ والله يا أخي الكريم أنا أعتقد أنه يعني إمكانية التحصين ضئيلة، لأنه قدوتهم شبابنا هو هالعلماء. طيب العلماء الآن يضخون، يعني الناس يقولون بأنه هناك الآن يعني المجتمع الدولي حسم قضايا الحدود وحسم قضايا النزاعات في داخل الحدود، لكن لا يزال الناس يعني الجهاد حتى يعني في الآخر آخر شيء يعني ظل مسألة الجهاد حتى في اليمن، يعني كدنا أن ننزلق في اليمن وأنا ندعو إلى الجهاد في اليمن. أنا مسألة التحصين الحقيقة يعني اللي بيواجهون الآن اللي بيقومون بالتحصين كان الله في عونهم، لأنه اولا احنا تعرف في المملكه يعني جيلنا وجيل الشباب والجيل كله هذا شعب مسلم متدين من يوم انه يعني صحيح. يولد حتى يتوفى الله وهو في حياض الدين والاسلام. طيب تجي الان ويشوفون ويقال اليوم، وانا صحيح النص الجهاد سنام الاسلام هذا نص صحيح، لكن لا يستطيع اليوم زعيم أيا كان حتى إسلامي أن ينقل المسلمين إلى دولة أخرى باسم الجهاد، لأنه أنت تصبح تعتدي على دولة أجنبية، تخترق الحدود، تلغي المنظمات الأمم المتحدة، تلغي المشاريع الدولية والقوانين الدولية، وهذا لا يستطيع. الدولة اللي تلغي القوانين الدولية اجتمع المجتمع الدولي ويدمرها يعني، وهذا حدث في أكثر من حالة ويحدث الآن في المنطقة. فبس مع هذا اللي يقتدون فيهم كثير، وأنت تشوف وأنا أقرأ وأنت تقرأ والمعاناة اللي الناس يعني الأهالي الآن يشتكون بأنه أولادهم يذهبون يعني ضحايا لناس. وأنا طبعا مسألة أن يروح واحد أو عشرة أو عشرين من المبتعثين هذا شيء طبيعي، هذول أبناء المملكة ويذهب من المملكة يوميا الناس لمناطق الصراع وله غريب. يمكن أن يكون إذا أضفنا للتحصين في الخارج شيء من يعني من الرقابة، مي بالرقابة الأمنية، الرقابة يعني الاجتماعية، أن يضاف إلى المناطق مجموعات تدور تراقب الناس، تراقب إلى أي مدى يتعرضون لمندوبين من هالقوى الشريرة، يعني ربما يكون هذا التحصين. أما القول بأنه أمنيا أو حتى دينيا الحقيقة أنه من الصعب الآن، لأنه قوى كثيرة يعني علماء يطرحون يعني يقولون نعم الجهاد هناك مخالفات لكن الجهاد ويشجعونهم على الجهاد وأن جهاد النفس وجهاد الحقن. هذا أبناء جيل يعني أيضا يرون مظالم تقع في المنطقة، هناك مظالم هناك قتل، يعني لما يشوفون ما يحدث الآن المدن السورية أو الشعب السوري أو الشعب العراقي، يعني أعتقد أنه محفزات الذهاب إلى مواقع الصراع قوية. أعتقد أنه إن لم يلتفت الناس العلماء في المملكة، ولا أعتقد أنه هذا الضخ يعني جزء كبير من الضخ، ما أعتقد أنا أنه في الطريق الصحيح، لأنه طيب متواري طيب وضعيف يعني. طيب نبرة هذا التحفيز والضخ على الجهاد والذهاب إلى مواطن الفتن أنت تشوفها يعني قلت في الآونة الأخيرة ولا ما زال بعض يعني المشايخ وبعض الدعاة يعني ما زال يتبنى لواء هذا الموضوع؟ لا أنا ما أشوف أنه قل، أشوف أنه الصمت، الجيل الحالي الآن يأخذ من الصمت
بأن هؤلاء العلماء عاجزين أن يقولون كلمة فقط، وإلا هم مع ما يحدث. فمشكلة كمان الصمت يعني مزعج، والناس مع الدين الشباب يعني ما يعرفون إلى أي مدى ضخ هذا الفكر وضخ هذا وبالإضافة إلى أنه أيضا هناك قوى أجنبية، هناك استخبارات، هناك يعني أنت لما تراقب التويتر الآن وتشوف قديش اللي يدخلون على يعني يطرحون، تجدهم في بعض اللي ما يعني عنده خبرة تشوفهم ناس مع منهج معين، لكن إذا شعروا بأنك أنت تفهم هذه اللعب صلعوا. طيب أنا ما بقى معي أقل من دقيقة، بس أنا بسأل سؤال جدا مهم. الأندية الطلابية السعودية اللي موجودة في دول الابتعاث وين دورها في مسألة أنها تكون هي على أقل تقدير تجمع السعوديين، ويكون كذلك ما فيه أحد يخترق هذا الصف ويمكن يزرع أفكار يعني غريبة للطلاب والطالبات؟ يعني الأندية السعودية أنا أعتقد أنها تقوم بدور، لكن يعني المشكلة أنه الدور الحقيقي لحياة الإنسان الشاب ربما يعني هناك مخاوف لدى الأجيال الموجودة في المنطقة بأن هذه الأندية عيون لمين ومين. أنا أعتقد أنه إن لم تخترق هذه تهدم هذه الظواهر، أعتقد أنه لن تقوم الأندية بما يكفي لإنجاز ما نطمح إليه حماية أبنائنا. شكرا لك أستاذ عقل الباهلي الكاتب الصحفي، يعطيك العافية. وحنا كل أملنا الحقيقة أن يعود مشعل لوالديه. أمس كانت معنا والدته تكلمت بحرقة وبقلب الأم المكلوم، تقول كل ما أتمنى منكم أمانة حملتنا إياها كمسؤولية في برنامج يا هلا أن نوصل صوتها. إحنا بنعرض المقطع، تابعونا في حساب البرنامج على تويتر، والمقطع للقاء اللي كانت معنا أمه يوم أمس. إلى اللقاء.